عنده قوت يومه، من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تخيل آمن، عندك مكان تنام فيه، مبسوط، شاشة، ضحك، سوالف، أخويا طيبين، بيض جبن، تأخذ لك قهوة شاي عادي، خلاص ماتوا اللي أكبر وأعز وأفضل، ماتوا انتهى، قبره موجود وترك كل شيء وراح. في ناس إلى الآن يحصرون ورثته، باقي إلى الآن يعدون أمواله، هو مات من 5-6 سنوات، باقي إلى الآن أمواله تعد، خلاص قبره انتهى، بح يدفنونه وحطوا خرسانة وخلاص راح بحث. إيش استفد؟ ما استفد، ترك الدنيا وراح. حطي بالك إن الخيال أتغيرنا سبحانه إذا كشف لك أمر السهين في نعم ما أدري والله إيش الموضوع هذا، لكن عموما الأصل إن إحنا نكون إنسان ناس مرتبين أمورنا، رتب أشياء، نرتب أشياء كثيرة في حياتنا. أسفين معليش، أسف قفلت القسط، ما أدري القسط اللي برا، أسف لا هذا لا ما